فيه تفصيل مهم. ما يليون وري الزولار الشفاع ذا الوثر إني أساث الوخر غادي كرا قبل الفجر يكرد وذكرى ذي الفجر أكن يقدن الشيخ ألم يقرب ذي شرقي طيش يكرد أمشي راي الزال يسعى الشفع سنث ركعات يسعى الوثر يثنى الركعة يسعى الفجر الرغبة سنث يسعى الصبح الصبح ذي الفريضة في قذا يجيكم ماشي الفرائض صافي خمسة في مزورة سنث الشفع يوث الوتر أو كذا سنث الفجر في قذا يجي ماشي الفريضة يسعى سنث الصبح ذا شاستينر شرعا أسين الوقت ما زال بشد شرق يطيج ما يكفي يسبع ركعات الظالي ثنتياك الشفع الوتر الفجر الصبح ثقيب ساعة تقديرية مش الزرية سلتو ثلاثة وكين زمان الساعة الساعة وكذا زرد الشرقية طيش مثلا أدي الشرقية طيش في السبعة ونص نصبح اشتكرت في السبعة واربعة ثقض اللوضو مزيك عشر دقائق تصنظي مالي كم كنت زالة مثولا ضيك فيك السبعة ركعات زالي ثنت ومن بطن في خفن سأدي لهم ميساج خطر يون في كوامي كردك ينك ثورة الفجر الويتر يفات وريفاثا الويتر وريفاثا الويتر أقل روحها شغل بير ما مازالك أربع ساعة دي شرقية طيج الظالم كلش خاطر لنا ذاك الخوا غادي يستقساين شي قارن كيني ما كيرغد مع الأذان الفجر شفاعة الوثر بقى على خير أي غير أشيني خاطر يوض الوقت لا 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 ثورة ما غير الجامع أذنا في الشمط غير الجامع لا صلاة إلا القائمة في الشمط فض الشيخ يخند قامت الصلاة ودي قملة شفاعة الوثر شما كذا الشيخ ما إلا الخامش سعيد وسع الزال من الزال دقو خاميش من بعد أسدغ الجامعة مثل حق الحكم ولا شدين هذا إما إلا الوقت دي قوان خمسة ركعات إلا الصبح أنتو جوالة سيلي صافي أدوير الويتر واحد أس الويتر الشفع خاطئ أكس الشفع صافي لان خمسة أجي أكس ثلاثة أجي ودي قيمة يقيمد الوتر يوث يقيمد الفجر الرغيبة أكل الصبح إما إلا يقيمد قسن أربع ركعات أكس الوثرني روح كان الفجر أكل الصبح إما إلا يقيمد قسن ثلاث ركعات كان روح ديتر الصبح الفريضة إلا قد تزلط قبل ذي شرقية طيش ولكن إما تشمضي تزلط الله أكبر زلط ركعة الأولى مازال ذي شرقية طيش الركعة الثانية يشرق ديطيج عادي يجوز لأنه يشرق ديطيج يفكد ذي الظلث ذي الظلث يفكد في الشمض ذي الظلث أكايث مثلا